معاه منطقة، قول له دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وش كده أهو، شكلي نانسي؟ وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهل سودا، يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي، الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحور، كل شويه يعني لازم يتقط موستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي، بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه، بس هو بشكير، انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي، مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت، انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره ياما، 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو مفتري، انا عملاق، صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي قايل في ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، ما تتعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده، هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. خلطوا مع عاطف، عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تسبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا حاضر؟ ليه توا ليه توا يا معلم؟ يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع، لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف ياد اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا؟ عارف يا معلم، بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا الخدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخر. انت مبرق ليه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. مع السلامه يا عاطف. امشي حماده. حمادة حمادة يا ابني انت اصحى يا حمادة، اصحى اصحى يا حمادة. يا نهار اسود، يا نهار اسود،
وهكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله لديت الهلف من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى ما تتلطفليش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعال بس تعال. انت اديت الهلف قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم شوية. قديم قوي. طب اتنططني شويه من هنا. يا اختي جن يا اختي يا عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتكسر. يلا اتنطط. يا اختي بطل. فيه ما دفعتش القطاوة ليه يا بص ياد في وشي كده انا الهلف يا حارة مسد الهلف الهلف عمرو مطاع ده هلف مين يخسى عليك مش فاكرني يا هلف اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير معلش العتب على النظر معلش دقق كده مين حمادة المعلم حمادة طبعا المعلم حمادة بس انا عايز اسالك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوة قوي انا طول عمري عملاق انتوا بس اللي مش مصدقين انتوا امي احب فيك الارادة يا كبير احب فيك الارادة بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك صبياني عامل لك ايه صبياني ده هقطع عمرك هبهدلهم لك بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه حلوه نزلني دي انا هنزلك انا عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق 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 ولا مش عملاق؟ عملاق روح قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه روح لهم قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه عملاق 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 يا حمادة حبيبي وحشتني شفت انا بيتعامل ازاي؟ يا اخي بطه قلت يا اخي